أهلا بكم مشاهدينا إلى ثاني موجز إخباري في النشرة الدولية، نستهلها بأبرز العناوين. اغتيال الوزير اللبناني محمد شطح في تفجير سيارة مفخخة في العاصمة بيروت، وسعد الحريري يتهم قاتلي أبيه بالوقوف وراء العملية. قطاع غزة على حافة كارثة إنسانية بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة بسبب نفاذ الوقود. خوف وهلع وسط الشارع المصري من تصاعد الأحداث، وكيري يعرب عن قلقه من إعلان الإخوان منظمة إرهابية. أهلا بكم إلى التفاصيل. والبداية من لبنان، حيث اغتيل محمد شطح مستشار سعد الحريري رئيس تيار المستقبل في لبنان اليوم الجمعة في انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة اللبنانية بيروت في منطقة عين المرسية. ووقع الانفجار بالقرب من منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الأشخاص. وأغلقت معظم أحياء العاصمة اللبنانية بعد أن سدت الشرطة الطرق في أرجاء المدينة. وصرح سعد الحريري رئيس الوزراء السابق أن من اختالوا محمد شطح هم نفسهم من اختالوا والده رفيق الحريري. في الشأن السوري، أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استخدام الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي في سوريا. وأصدر المتحدث باسم الأمين العام بيانا ذكر فيه عن القلق البالغ إزاء تصاعد القتال في سوريا خلال الأيام الأخيرة، وخاصة في حلب، حيث أفادت الأنباء بأن مدنيين كانوا من بين مئات الجرحى والقتلى. وأدان بان الاستخدام المستمر والعشوائي للأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون ضد المناطق التي يقطنها المدنيون. إلى قطاع غزة، وفي تطور يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني المحاصر، توقفت محطة توليد الكهرباء الواحدة في غزة كليا عن العمل صباح الجمعة لنفاذ الوقود الصناعي بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم مع الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما أعلنت عنه سلطة الطاقة في القطاع، حيث سيتم توفير الطاقة الكهربائية لمدة 6 ساعات يوميا فقط، ويقابلها فصل 12 ساعة للتيار الكهربائي. دائما في قطاع غزة، حيث نظم المئات من اللاجئين الفلسطينيين اعتصاما أمام مقر الأورونوا الرئيسي في المدينة احتجاجا على تقليص الخدمات للاجئين. ورفع المشاركون لافتات ضد هذه السياسة، مطالبين إياها بضرورة زيادة الخدمات في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع وارتفاع نسب البطالة والفقر. مراسلنا في غزة شعيب يوسف تابع الاعتصام وأرسل بالتالي. هنا أمام المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، تظاهر المئات من العمال الفلسطينيين اللاجئين احتجاجا على ما أسموه سياسة التقليصات التي تقوم بها وكالة الغوث اتجاه عائلاتهم، في ظل ما يعانون من طرد واضح في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. حيث قامت الوكالة مؤخرا بقطع مساعدات 11 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، ثم الحديث الآن عن قطع مساعدات 24 ألف أسرة كانت تستفيد من برنامج المساعدات الغذائية. العمال الغاضبون حملوا وكالة الغوث المسؤولية عن تدهور أحوالهم المعيشية، خاصة مع استمرار الحصار المفروض عليهم، مطالبين الأونروا بالتوقف عن سياسة التقليصات ودعم أسرهم الفقيرة. نحن الشعب الفلسطيني نعاني من الأمرين، نعاني من الجوع، نعاني من الفقر، نعاني من البرد والشتاء، نعاني من المنخفض الجوي الذي اجتاح منطقتنا، ولا نجد الغطاء والدواء والعلاج في هذا البلد، ونطالب من وكالة الغوث مساعدتنا، لا مساعدة الحصار علينا. يعيش في غزة أكثر من مليون لاجئ فلسطيني يعانون من وضع معيشي صعب، ليأتي تقليص المساعدات ليزيد من أزمتهم الحياتية. شعيب يوسف، قناة النهار، غزة، فلسطين. وفي الشأن المصري، أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن قلقه من زيادة وتيرة قمع جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد إعلانها منظمة إرهابية. وأدان كيري خلال محادثة هاتفية مع نظيره المصري نبيل فهمي تفجيري المنصورة ومدينة نصر. وجاء في بيان أصدرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين باساكي أن كيري أعرب عن قلقه من إعلان الحكومة المصرية المؤقتة جماعة الإخوان المسلمين
المسلمين منظمة إرهابية والاعتقالات الأخيرة. أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها مصر خاصة ما حدث في الدقهلية وفي مدينة نصر شرق العاصمة المصرية القاهرة أثارت هلع وقلق الأهالي والشارع المصري وتخوفهم الكبير من تصاعد هذه العمليات الإجرامية. أنا جاي بقول الواحد مش ضامن عمره ممكن يخش في أي مكان يحصل تفجير فيه، يعني واحد ممكن ينزل من البيت مش عارف هو يرجع ولا لا. فليه كل الناس تموت عشان خاطر يعني في ناس عايزة هدفها حاجة معينة؟ فالناس بتدور على سياسة أو إن هم يوصلوا للحكم أو كده، طب ذنب الناس الكتير بتموت دي ذنبهم إيه؟ مش هي دي بلدنا اللي إحنا متعودين عليها. كنا بننزل في أي وقت ونمشي في أي وقت. إنما دلوقتي خلاص. الزبون بيركب معايا واخد بالك أنا قلقان منه وهو قلقان مني. وفي آسيا أفادت وسائل الإعلام المحلية الهندية أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرون في انفجار عبوة ناسفة فجرها أشخاص يشتبه في أنهم انفصاليون في مقاطعة البنغال الغربية بشرق الهند مساء أمس الخميس. ورفعت الشرطة حالة التأهب عبر الولاية بعد أن وقع. وتنتشر عشرات الجماعات الانفصالية التي تنفذ تفجيرات وعمليات خطف واغتيالات من حين لحين في منطقة شمال شرق الهند والمناطق المحيطة بها. مشاهدينا، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم العناوين. اغتيال الوزير اللبناني محمد شطح في تفجير سيارة مفخخة في العاصمة بيروت، وسعد الحريري يتهم قاتلي أبيه بالوقوف وراء العملية. قطاع غزة على حافة كارثة إنسانية بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة بسبب نفاد الوقود. خوف وهلع وسط الشارع المصري من تصاعد الأحداث، وكيري يعرب عن قلقه من إعلان الإخوان منظمة إرهابية. تم ترقب المزيد في نشرتنا اللاحقة. إلى اللقاء.